عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نعملو برغل جربي مفور، حاجة جديدة تعمل 66 كيف. نودكم ولنشاهيكم، وتوا يلا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. أول حاجة نبدأو بسم الله. هذوما المكونات، خذيت 300 غرام لحم علوش. اللحم العلوش راهو ما يقلقش كي يبدا سمين شويه. خذيت معاه 300 غرام صدر دجاج، وحطيت زوز بصلات كبار مقصوصين، هذايا بالنسبة للفاح. خذيت مغرفة كروية، مغرفة تابل، مغرفة كركم، نص مغرفة زنجبيل، ونص مغرفة فلفل أكحل. حطيت 3 مغارف فلفل أحمر، فلفل متاعي ماهوش حار، يعني خاطر ما استعملش طماطم المصبرة، نحط الفلفل الأحمر بزيت. حطيت مغرفتين نعناع وتقريبا 50 مليلتر زيت زيتون. مغرفتين ملح، ما ننساوش الملح. نخلطك اللحم بالفاح. احسن طريقة يلزمنا نخلطوا اللحم مع الفاحات قبل ما نحطوا الخضرة الاخرى، باش اللحم يشربك الفاح بالباهي. بعد ما خلطنا اللحم والفاحات نحط الطماطم. اخذت تقريبا 300 غرام طماطم كعب ورحيتها. نخلطها مع اللحم زادة. وخذيت 200 غرام حمص طايب. اني ناخذ الحمص نبلو وبعد نطيبو الكل مع بعضه، نحطه في الكوكوط نطيبو ونخبيه شكيرات شكيرات، يبدا طايب سهل في الاستعمال. نلقاه وين نجي حاجتي نجبد شويه نحطها، يبدا طايب في ساعه ما يقعدش يغلي برشا معناها. لين خذيت ربطة سلق وربطة معدنوس، نخلطهم الكل مع بعضهم. اللي يحب السبناخ نجمو تحطو سبناخ في عض السلق، انتي والموجود عندك انتي وش تحب وش تشتهي. نخلطهم الكل مع بعضهم. وتوا باش ناخذ الكسكاس، حطيت فيه البرغل. البرغل هو قمح مكسر تقريبا، اللي ما يعرفش البرغل هو قمح مكسر، قمح مرح يدوب ليش. نحطه طول في الكسكاس من غير ما نزيده حتى إضافة. البرغل نحطوه في الكسكاس بدون اي اضافة، لا زيت ولا مي ولا حتى شيء، نحطوه ديريكت في الكسكاس ونحطوه يفور. دوبة ما يفور شوية نحط عليه هك الخليط متاع الخضرة واللحم، يطيب بالباهي. البرغل يطيب في عقله وما يتلبزش، واللحم يطيب في عقله، وكل فيحة الكل يشربها البرغل. يعني للأمانة الطريقة هذه تعلمتها جديدة، ما كنتش نعملها هكا، كنت نخلط كل شيء مع بعضه البرغل والخضرة. لكن الطريقة هذه تعلمتها من عند واحدة قريبتي ربي يبارك لها، هي اللي أعطتنا الفكرة، عجبتني برشا هذك، علاش حبيت نمدكم بها.
هو قاعد يفور البرغل على روحه. ناخذ جرينات فلفل بعد ما غسلتهم، نقصهم من العواد نتاعهم، وباش نرصهم بشويه ملح، نحط لهم شويه في الملح في وسطهم، وبعد نقليهم. كما تشوفوا كل قرن نحط له شويه ملح، باش بعتلي في الماكله يبدا بنين مطعمه. تو بعد ما كملت رصيت جرينات الفلفل، باش نتفقدوا البرغل نتاعنا ونوصلها. انا ما شاء الله قاعد يفور، لبس عليه يقعد يفور راهو من ساعه ونص لساعتين. نخليوه بين ساعه ونص وساعتين يفور، باش يجي طايب وباهي، خاطر اللحم العلوش معروف ساعتين يطيب على الاقل، وهو ده مدام هذايا مقصوص معناتها حتى ساعه ونص طيبه. تو حطيت الزيت باش نقلي جرينات الفلفل، نستناه يسخن شويه ونرمي الفلفل. نردو بين الفلفل، لازم يكون شايح ما فيش حتى قطره ماء، ما كانش يبدا يطش. نستعينوا بالغطاء باش ما يطشنيش. نحاولوا كل مرة نقلبوه الفلفل، الوجه اللي تقليه نقلبوه على الوجه الآخر. والقرن اللي تقليه نخرجوه. وهذو مكرينات الفلفل بعد ما تقليه. توا بعد مرور ساعتين البرغل متاعنا طاب. توا باش نفرغوا في القصعة، نرد بالي نفرغوا بشوية، وباش نخلطوا كل الخليط يزمو يتجانس بين البرغل الطايب واللحم والخضرة. نحيو كل العظومة اللي كان فما عن عظومة ولا لحمة كبار ولا حاجة، نحيوهم ونخلط باقي المكونات. شوفوا ما شاء الله طريقة ناجحة، صدقوني ناجحة 100%، خاطر البرغل يجي طايب وفارك، معناتها ماهوش ملبز كيف كيف الخضرة واللحم يجيوش ملبزين. صدقوني بنين بنين على الاخر، الطريقة ياسر ناجحة وطعمه بنين برشا. ما شاء الله يشهي، نودكم ولا نشهيكم. وهذا البرغل متاعنا بعد ما حضرناه وحطيناه في التبسي، شوفوا ما شاء الله منظر وبركة، ما شاء الله يشهي، نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تعملوه وتنجحوا فيه، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت بتاعنا لليوم، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء وشهية طيبة.